أجمل أن يكون الإنسان متفائل. وإذا ضاقت الكرب وضاقت وصلت إلى الحلقوم فقل يا رب وأنت واثق أنها بتنفرج. هذا الرب رب العالمين يرعى عباده يربيهم سبحانه وتعالى، فنحن عبيده. ولذلك الله جل وعلا قد يبتلينا بالضراء حتى يخرج منا عبودية الضراء، كما أن للسراء عبادة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اقرأ في سير العظماء، لا يوجد فوق الأرض إنسان إلا وقد مر الحزن على قلبه. كيف وصل العظماء إلى هذه الدرجة العالية من العطاء ومن الابتهاج ومن سعة؟ ما مر عليهم هم؟ بلى والله هموم. طيب كيف وصلوا للنجاح؟ لأن الهموم أنت تحطها فوق راسك وهم يحطون الهموم تحت رجليهم، ولما حطيتها فوق راسك أثقلتك. فهموا الحياة. في شيء يستاهل في الدنيا ذي يا شيخ ينزعل عليه إلا طاعة رب العالمين؟ والله ما في شيء. وش اللي يستاهل؟ راحت السيارة، قل الحمد لله، ما أنت فيها، ما أنت فيها، مات خمسة باقي خمسة الحمد لله، قطعت رجل باقي واحدة. انظر إلى الجانب الإيجابي في حياتك يا شيخ، الأمور زينة. يقولون بعض الناس مسكين، يعني دائما يأتيه الشيطان فيملي عليه أجندة الصباح. ترى يمكن حوادث كثرت، ولو تروح تفحص، ولهذا من العلاجات أذكر لو تروح تفحص والله ما أدري وش بيقولون، ولذلك لا تفحص. طيب ما أنت بفاحص خلاص أنت بخير؟ قال لا أنا فيني شيء بس ما الله يسترنا لا ينكشف، ويقعد 10 سنين في هالهم، هم من عندنا، عندي مرض، عندي بلاء، عندي ذا، والله أني كل شوي ينغزني قلبي. يا أخي كل أمة محمد كل العالم تنغزهم قلوبهم وظهورهم بعد، وهذا من علاجات الهم. لا تؤجل، لا تسوف اللي أنت خايف منه، تواجه معه. خايف من المرض راح أفحص يا أخي ليه تتأخر؟ خايفة أنه يزعل قولي له أنا خايف أنك تزعل وأنا خايفة من كذا وكذا، صارحي صارح. عندك أي إنسان، عندك ولد ممرضك 3 سنين 10 سنين وممرضك، ما عمره جلس معه وأنا أبوك جعلك تسلم تكفى وأنا أبوك وينخاه ويعالج معه. لا ساكت الله يسأل الله أني داري مهو مضبوط. طيب تبعد لك 5 سنين وهو يرقل ومهو مضبوط، لنت باللي خطوت له تنصحه ولا هو اللي يرجع للحق؟ إذا تقعد 10 سنين وأنت معلق قلبك محاميد ولا عبيد ولا غيره. ولذلك يا أحبابي واجهوا المشاكل في الدنيا، لأن تسويفها يولد مشاكل أخرى توصلك للهم والحزن، توصلك عليك ديون. طيب توقف عن الدين، توقف عن الدين الله يجزاك خير، توقف عن الدين، اطلب الدائنين، اطلبهم أخي الحبيب أن يؤجلوا دينك. أهم شيء واجه مشكلتك. وأعود للعظماء، أول من تقرأ سيرته لكي تعيش وينزاح الهم من قلبك هو من تتطهر الأفواه بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ سيرة حياته كلها، 13 سنة في مكة كلها هم، لكن هم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هم لعدم معرفة ربه، لا، هم للألم الطبيعي الجبلي عندما يرى أصحابه يعذبون، يذهبون للحبشة، يذهب للطائف ويعود، يخرج عليه الصلاة ولا يدخل مكة إلا في جوار، ويترك مكة وفي عينه دمعة، ويصل إلى أصحابه هناك وتبدأ الغزوات بدر ثم ما قبلها، وتبدأ أحزان حتى يكون عام الوفود، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. كان يثق في ربه. العاقبة للمتقين، وهذا من العلاج. يجب أن تعلم أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة بيد رب العالمين ولله عاقبة الأمور. احمدوا الله، والله لو ارزاقنا في يد مخلوق والله أن نروح فيها كلنا، هنا إذا زعل رحنا فيها، وإذا رضى عطى، وإذا عطى من؟ لكن الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي ما عندنا ينفد وما عنده باق، هذا الغني سبحانه احمده. وهذا أحد أسباب السعادة، ثق في ربي ولن تثق فيه حتى تعرف من هو الله. صدق بعضنا كلمة الله مشتقة من ماذا؟ الله العلم على الباري، الاسم الذي تتبعه الأسماء، ما أسماء ما يعرفه الله. ها، ما أجمل الاسم الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الله عالم الغيب والشهادة، هو الله هذا العظيم الذي ينبغي أن يكون له غاية الحب
مع غاية التعظيم، والله لو امتلأ قلبك بالله والله لا تذوق همًا قط. ولذلك أقول أحبابي، عندما أمرنا الله أن نحبه، والذين آمنوا أشد حبًا لله، لما أمرنا أن نحبه كان من دعاء الحبيب: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. يا سلام، تساوي الدنيا كلها. القارورة دي كم تساوي الحين؟ ريال. لكن مع الظمأ وانت منقطع طال عمره، قاعد لك يومين تمشي وشفت الموت ودخنت الدنيا في عيونك، هذه تسوى ايش؟ تسوى الحياة كلها. وشربها أحلى مشروب في الدنيا كلها. إذا لم يكن الله في قلبي وقلبك حبه كحب الماء على الظمأ، راجع الإيمان كاملا ثم اعلم أن الهم لا بد أن يسكن دائما. حب الله إذا امتلأ به القلب ما يكون للحزن مكان، ما يكون للحزن مكان، ولذلك ينقص الإيمان شوي يدخل مكان الحزن. فرمت الله يرحم والديك، فرمت وقفل البرامج اللي هنك الجهاز بسببها، ها، وافتح هذا القلب وحمل حب الله في قلبك. والله ما تعرف الأحزان. لما جاك هم، جاك مرض، مات ولد، الحمد لله، رزقت مال، ولد لك ولد، العكس، ها، الحمد لله، ما عندي إلا الحمد لله. أول آية في أعظم سورة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين. لذلك أيها الحبيب اعرف الله جل وعلا حتى تسعد. أيضا أيها الحبيب، من علاجات الهم، اجعل همك هما واحدا. ترى الهموم كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل همه هما واحدا كفاه الله همه. وش الهم هذا؟ هم الآخرة. يا شيخ كل شيء تفقده هنا إذا احتسبت تلقاه هناك. ولد، صحة، مال، أي شيء تفقده هنا يضيع عليك هنا احمد الله عليه إنه راح، لأنه ما راح البنك، لا، راح الرب العالمين. راح يا أخي الحبيب في يوم توصب فيه الموازين، في يوم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فإذا جاتك طال عمرك الهموم هذه في الدنيا ورحلتها لله محتسبا مبتسما، والله أنك هناك أنت بحاجة لها أكثر من الآن. ترى بعضهم يقول: يا رب ارزقني. ما أرزقه؟ ترى مو لأنه ما يحبك، لا، يحبك، لأنه يعلم لو رزقك لربما أفسدك الرزق، لكن جعلها مدخرة لك في الآخرة ينقذك من النار. ما هي بزين؟ أليست أجمل؟ ولذلك أيها المبارك، أكثر من طرق الباب، واجعل الهم هم الآخرة. هم بعضنا: همي أبني بيت، همي أتزوج، همي أشتري سيارة، همي أنجب، همي أعالج، همي همي. يا أخي ولا عندك هم واحد ينفعك، هذه الهموم تمرضك. أين الهم الذي يسعدك؟ هم الآخرة. ولذلك من كان يتذكر في الآخرة دائما فإنه من أسعد الناس. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.